سلام الله عليكم. وباختصار شديد رسالة إلى القضاء، ليش ما توضحوا للناس الحقيقة؟ ليش مكتمين على قضية عبدالله الأغبري؟ ليش قلبتوا عبدالله الأغبري في الأخير إنه سارق، وإنه سرق 5 تلفونات، وإنه معذبوا هالمتهمين والمجرمين على أساس إنه سرق عليهم 5 تلفونات؟ والله لو إن 5 مليار تلفوا أبوه 17 كاميرا هالتلفون ما يفعلوا بهكذا. كم قد عدنا هذا الكلام؟ ليش بتقولوا انه هذا القضية خلاص ما عادش قضية ابتزاز بنات ولا فيها دواكر ولا فيها شبكة كبيرة؟ ليش المحامين عندنا في اليمن رخيصين مع احترامي للبعض الا البعض؟ يعني المحامي الذي الجلسة الثانية الذي بيدافع عن المتهمين الذي طلع في الاخير انه جاسوس فقط، قطرت ام عبدالله الأغبري مرتين يروح لعندها وتطرده، يحاول معها قدر المستطاع كان يحاول معها قدر المستطاع اني تتنازل على القضيه وهي ترفض المره الاول والمره الثانيه، وفي الاخير سلا عندها قال خلاص كذا كذا عبد الله الطلام عبد الله كذا كذا وانا لازم اوقف معه وشمسك القضيه هنا، وهي رفضت لانه جاسوس كان شيء يبرد الامور وكذا كذا يخارج الناس، فالاخير يتفاجئون قدو بيدافع عن المتهمين. ليش 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 رخيصين بعض المحامين هكذا؟ ليش الزلط بدعمي ابصارهم؟ هي امانه، هي ذمه. انا مش جلاعن وسط الفيديو. ليش القضاء يسمح للمتهمين انهم يتو معاهم محامين يدافعوا عليهم؟ ليش تقولوا هم متهمين ولا ما الحق؟ هذا اذا هم متهمين في 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 قضيه مثلا او تهمه غامضه فيها غموض، هذا الدلائل موجوده، تهمه موجوده والراي العام عارف الكلام هذا. عذبوا الآدمي، قتلوا 100,000 مرة، الآن بالفم المليان المتهمين وسط المحكمة بالفم المليان لا تظلموناش لا يا سلام. والذي فعلته بالولد، والذي فعلته بالولد بالولد هذا، أنا ما انكرش أن القضاء يبذل جهد ولهم كل الشكر والتقدير، ولكن ما بيوضحوش. وضحوا ما هي الأسباب، لازم توضحوا ما هي الأسباب. مش في 5 تلفونات، لا 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 لا، مش 5 تلفونات يا خلق الله. ليش أم عبد الله الأغبري انكرت إن في تهديدات؟ ليش دائما وهيب الأغبري يسكتها؟ ما تشتيهاش تجي، ما تشتيهاش تحضر، ما تشتيهاش تتكلم، ما تشتيهاش تصرح. ليش خايف من أيش؟ وضحوا القضايا للناس، سواء في قضية عبد الله الغبي وفي قضايا ثانية. وضحوا للناس، خلاص الناس تعبنا من القضايا، وتعبنا من البترول، وتعبنا من الغاز، وتعبنا من البطاط، وتعبنا من الطماطيس، وتعبنا من خلاص وضحوا للناس. شك تلب حرام لك تلب جاك إيش؟ وضحوا للناس. يوم الثلاث جلسة، يوم الربع جلسة، جلسة يوم السبت، جلسة كهرباء يوم الأحد، جلسة مقيل يوم الجمعة، بس جلست بس افصلوها خلاص، افصلوها ما تشش تبينوا ما هي الحقائق، خلاص افصلوها وخلاص وقصص وخلاص خلاص. الآن الرجال عبدالله الأغبري الله يرحمه اكتلف سارق، المتهمين بيدافعوا عن نفسهم وخلاص. قضية السارق ما عادش قضية عبد الله الأغبري، الشهيد عبد الله الأغبري الله يرحمه. القضاء لازم يوضح زي ما القضاء الذي في العالم بكله. القضاء بيوضح. سألوا. حول ولا قوة إلا بالله.